نموذج أسئلة امتحان نهائي لهذه السنة، أوكي؟ للأول المتوسط، طبعا السكند كورس. المهم عندنا هاي القطعة الخارجية، أوكي؟ طبعا القطعة الخارجية أفضل يتم الإجابة عليها في آخر وقت الامتحان، لكن إحنا راح نحلها هسه على كلين. بس أنا أفضل إن أنت عزيز الطالب بآخر وقت الامتحان طريقة حلها تقرأها مرة ومرتين، تقرأها مرة ومرتين وثلاثة إلى أن تفهم معناها، وبعدين تبدي تجاوب على الأسئلة. خلينا نقرأها. يقول last week ياسر bought a new house. الأسبوع الماضي ياسر اشترى بيت جديد. هنا لازم نقطع على كل. It was big and very expensive. وكان البيت كبير وغالي جدا. The house، يعني المفروض هنا capital letter. شوية أخطأ بالطبع. البيت كان بالقرب من البارك of the city، من متنزه المدينة. It was three bedrooms، كان بيه ثلاثة غرف نوم. One dining room، غرفة طعام واحدة، وغرفتين جلوس مع very big bathroom، وحمام غاسل كبير جدا. المهم، والمطبخ كان جميل جدا، كان حقا منزل جميل. المهم now يقول لي answer five only، هنا أجب عن خمسة. تمام، زين. When did Yasser buy a house؟ طبعا هذا السؤال ايش وقت، طبعا تقرأ عدة مرات تفهم معناها، بسيطة جدا. متى ياسر اشترى الهاوس؟ last week. تمام، راح تقول ياسر، راح تخليها ياسر، اوكي. ياسر bought خلي يقول a new house مثلا last week، اوكي. زين. How was the house؟ how was the house؟ كان الهاوس ايش بيه؟ very expensive، هذا هو الجواب. Was there a park next to the house؟ yes it was، نعم كان اكو بارك. Then how many bedrooms؟ how many bedrooms؟ قال عدد البيدروم. one bedroom، كان عدد البيدروم. one dining room with a very big bedroom، three bedroom. تمام، اوكي. Then which room was very beautiful؟ يا غرفة كانت جميلة، الكيتشن. Then the house was really good؟ yes it was، اوكي، لان كان حلو يخبر. المهم هسه هذا انتهت القطع الخارجية. المهم سؤال ثاني، answer from على القطع اللي موجودة بالكتاب، وش سوي لي short answer. was the nationality is Kate، جنسيتها شنو كانت؟ استراليان. Then how many people met Kate at the airport؟ كم عدد الأشخاص اللي التقوا كيت بالإيربورت؟ one اللي هي صديقتها. Then the four boys were lying in the park. The four boys were lying in the park. Okay. يا إما جواب لي true أو false. طيب. How long did Kate stay in Iraq؟ كيت جد بقت بالعراق. Okay. جد بقت بالعراق. كيت أنت راح طبعا هذه شوفها، لازم تشيكها وترجع ترجع للقطع يعني. طيب where did the ball go؟ الكرة وين راحت؟ هذه مال الأطفال اللي كانوا يلعبون، وين راحت؟ راحت on the يعني into the road. okay the accident happened in الرشيد ستريت، بشارع الرشيد صار. اما true or false، اعتقد انه true. طيب الجرامر هسه عندك القواعد هاي عليها 10، هاي القطعة عليها 10، والقطعة هذه أسئلة على القطعة عليها 10، وأسئلة على القطعة الخارجية عليها 10. عندك النوب الجرامر دو از ريكوارد، تفعل كما هو مطلوب. ذا كار ويل نوت ستارت، ذير از نو اني بترول. نت جوين راح تخلي لي بيكوز، ذا كار ويل نوت ستارت بيكوز ذير از، هاي تربطها وتخلي لي بيكوز جوين، تخلي لي اياها بالنص وتربط لي الجملتين وتكتبهن كاملات. go to Cairo last year، last year راح تقول went، راح تخلي لي الفعل ماضي، تخلي لي went. انزين too much sweet present perfect، راح تقول I have eaten too much sweet. انزين لان present perfect اللي هو المضارع التام. she will wear a black t-shirt. هاي future continuous، راح تقول لي she will be wearing black t-shirt. five I will cook fish I get angry if هنا تربط لي بإف الشرطية، راح تقول
if I get hungry العفو if I get hungry if تقدر تخلي لي if I get hungry I will cook fish أو I will cook fish if I تخلي لي هذا النص عادي طيب choose the best option اختار الجواب الصحيح اثنين عندك باللي اختار اثنين I fell down the stairs and hurt أني وقعت من السلالم وتأذيت I fell down شنو عندك هاي ضمائر الانعكاس راح تخلي لي myself I hurt myself أذيته نفسي لأنه بادية بI تمام تأخذ myself Do you like tea? Coffee هل تحب القهوة أنا بمعنى سؤال or للتخيير or Do you like tea or coffee هل تحب الشاي أو القهوة People in Japan kneel on the floor when they stay always راح نقول always دائما خلي لنا دائما زين تمام انزل لجوا الهاي فوكابيرال المفردات choose the correct words اختار الكلمات الصحيحة من الليست القائمة في أدناها لإكمال معاني الجمل كي مونوبول المهم هسه هذني الكلمات راح نختار ان شاء الله من عندنا زين I usually has a picture and stamp شنو هو هذا اللي البوست كارد البطاقة البريدية ايش بيها البطاقة البريدية بها عادة بها صورة او بها ختم اللي هي شنو هي هاي البوست كارد راح تخلي اياها زين جابانيز وومن وير تراديشنال دريس كولد النساء اليابانية ترتدن الملابس التقليدية اليابانية اللي تسمى كيمونو هو هذا الزي الياباني زين Do you live? I live in Baghdad. راح تخلي لي where do you live? أين أنت تعيش؟ أعيش في بغداد. Keep out of the reach of children in order to kill them. المهم keep medicine. بعد تقول لي أبعد الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال حتى لا يقتلون نفسهم. زين تمام؟ تمام عندك هنا ثلاثة أنت عندك أربعة تختار. ثلاثة زين choose the suitable word اختار الكلمات المناسبة Iraq people eat by ياكل الناس بالعراق ياكلون بالهاي عيدان الثقاء العيدان الأكل عفوا لو سبون ياكلون بالسبون زين عندك can burn them matches يمكن أن تحرقهم البول لو الماتشز عيدان الثقاء ممكن تحرقهم if the motor stops إذا المطار توقف we will row راح تختار راح نجدف اذا المطار توقف راح نجدف عندك شنو هسه هنا ارجع لي على الصفحه الثانيه spelling and punctuation هذا التلفظ والتهجئ وعلامات الترقيع عندك iraqi indian بس تخلي لي n هنا small راح تخلي لي big played write تكتب wrote r o يعني هنا o t wrote هذا الماضي مال wrote لانه شاذ maps knives الاف راح يتحول الى في ضيف لي اس الضيف يعني هاي اي باقي كلمه كامله knives زين اي واحد 1 واثنين تكتبها 2 تكتب 2 تي دبليو او شيز we have هاي وي تخلي لي تمسح لي هذا الاتش والاي وتخلي لي في طبعا تشوز ايذر اي اور بي هذا الانشاء تخيل انك زائر في عطلة إلى العراق اكتب بوست كارد اكتب بطاقة بريدية لصديقك علي make use of these استفاد من هذه what you see انت شنو اللي شفته شنو اللي اشتريته وشنو اللي اكلته هذا عندك هذا الاي هذا انشاء البي اكتب قطعة اكتب فقرة قصيرة حول سلامة الطرق سلامة الطريق اوكي على سلامة الطريق وانا تكتبها يعني بالدفتر مالتك يعني واحدة من هذين الاثنين أعزائي أتمنى الفيديو عجبكم هاي دي أسئلة كورس نهائي امتحنوا بها الطلب